رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة. إن شاء الله اليوم غادي نقترح لكم تحلية رائعة جدا بالموز وبالتمر، تحلية غزالة. المقادير هذه التحلية غادي نحتاج 11 حبة من التمر، ونحيد ليه العظم، ومن الأحسن يكون التمر معسل، ما يكونش ذاك التمر اللي تيكون يابس. هكا 11 ديال التمر غسلتهم وحيدت منهم العظم ديالهم، جوج بنانات صغار او موزة واحدة كبيرة، ساشي صغير ديال فلون بنكهة الموز، فلون او الكاسترد. غادي نحتاج نصف لتر من الحليب، وغادي نحتاج السكر حسب الذوق. اول خطوه غادي نبدا بها هي غادي نمزج هاد المكونات وهاد العناصر كامله في الخلاط الكهربائي. غادي نضيف المكونات مع بعضها، ضفت الموز، والان غادي نضيف التمر. من بعد غادي نضيف السكر، كيبقى حسب الذوق. الناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه او لا متبعين حميه يكتفيوا غير بالحلاوه ديال التمر فقط. انا هنايا ضفت جوج ملاعق. وغادي نزيد هذاك الساشي ديال الفلون او الكاسترد بنكهة الموز. والان غادي نضيف نصف لتر من الحليب، وغادي نمر باش غادي نطحن هاد المكونات كاملين، نطحنهم مزيان مزيان باش نمروا للخطوه المواليه. ودابا من بعد ما طحنت هذاك الخليط مزيان مزيان في الخلاط الكهربائي، غادي نجيب كاسرول وغادي نوضعو فيها. اللي بغى يصفيه يصفيه، انا طحنته مزيان، ما خليتش فيه حبيبات هكا ما مطحونينش، طحنته مزيان. وغادي نرفعو على النار مع التحريك المستمر حتى يعقد، عاد نطفيو عليه. رفعته على النار ودائما مع التحريك المستمر باش ما يلصقش لينا في القاعر ديال الكاسرول، وضروري نبقاو كنحركو فيه حتى يوصل لمرحله الغليان. ضروري ضروري خاصو يوصل لمرحله الغليان ويغلي مزيان. من مورا ما يغلى نخليه 3 دقائق الى 4 دقائق ونطفيو عليه.
بعد ما وجد لي الخليط غادي نمر وغادي نصبه في كؤوس او لا في ليبول ديال التحليات. من بعد ما ملأت الكؤوس ديالي غادي نخليهم في غير في المطبخ على درجة حرارة المطبخ حتى ما يبقاوش سخانين بزاف، واحد ربع ساعة تقريبا، وندخلهم الثلاجة باش يشدوا راسهم مزيان مزيان، عاد نخرجهم باش ندوز لمرحلة التزيين. ودابا بعد ما بردات لي التحليه ديالي مزيان، انا خليتها تقريبا ساعتين في الثلاجه، خدات الوقت ديالها حتى بردات مزيان، وانا كنقضي شغل اخرين بينما هي كتبرد في الثلاجه. ودابا غادي نمر للتزيين. التزيين تبقى اختياري وعلى حسب الذوق وعلى حسب المتوفر في البيت. انا هنايا شديت التمر كركبته غير بيدي واحد شويه ودورته هكا في جنجلان، عطينا واحد المنظر، وباش يدير لينا داك لو غابيل باللي راه التحليه راه فيها التمر. المهم هذا كيبقى اقتراح وصافي، كل واحد يزين بالطريقه اللي بغى. وغادي نزين بدوائر ديال الموز وواحد شويه ديال لي سوغيز كونفي او الكرز المعسل. على هذا الشكل هذا غادي نوضع في كل بول وحيده. ودابا غادي نبدا نزين بدوائر ديال الموز. غير هذه المرحله ما نديروهاش حتى نبغيو نقدموا التحليه ديالنا، لان كنعرفوا ان الموز كيتاكسد، نخليوه حتى نبغيو نقدموه عاد نزينوه بالموز. وواحد شويه ديال لي سوغيز كونفي باش يعطينا داك اللون، يخرج لنا اللون ديال التحليه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه، تحليه الموز والتمر. تحليه بسيطه وفي نفس الوقت لذيذه وصحيه بزاف. التمر والموز كيزيدها قيمه غذائيه عاليه، صحيه للصغار وصحيه حتى للكبار. ودغيا كتوجد تقريبا من 5 حتى 10 دقائق، دغيا كتوجد ما كتاخذش وقت بزاف. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم، وكنتمنى تجربوها وبصحتكم وراحتكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.